السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام والأخوات الفضليات. اليوم إن شاء الله نرد على شبهة من افتراءات عدنان المدعو دكتور، وهي مسألة ويح عمار تقتله الفئة الباغية. لكن قبل هذا هناك بعض التعليقات التي وصلتنا في القناة، وإن كانت في مجملها عاطفية. أنا أتكلم عن المخالفين ولاموني جدا وقالوا أن الردود التي أنا قمت بها، وإن كان هي حلقة واحدة التي سجلناها، يعني ما أنصفوا، قالوا أن هذه الردود أو رد الذي يعني قلته في الحلقة الأولى ما هو علمي، على الرغم من أني ذكرت النصوص وذكرت الكتب، فما أدري أي علمية يتحدثون عنها. هم كذلك رأيت في كلام وتعليقات هؤلاء عاطفية جدا، فاتهموني بأمر هم واقعون فيه ابتداء. وأنا كذلك يعني أقول إرضاء الناس غاية لا تدرك، بالتأكيد سأجد من يتفق مع عدنان ويختلف معي، فسيكون هو من جماعة عدنان. والنبي نبي المرحمة والملحمة جاء بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال، مع التحفظ على كلمة التنكب، يعني تكلم فيها بعض العلماء وقالوا إنها ما وردت في الحديث وإن كان المعنى صحيح. فأقول يعني ما بالكم أنا، بالتأكيد سأجد هناك، وأنا من عوام أهل السنة كما وضحت هذا، ماني تخرجت من جامعة وماني أستاذ في جامعة وماني بإمام، من عوام أهل السنة، درست دراسة ما لها علاقة لا بالدين ولا باللغة العربية، لكن أحب ديني هذا وأتبع منهج أهل السنة والجماعة. فكما قلت لكم هناك من اعترض على دعوة النبي الواضحة البينة، طبعا بباطل، ما اتبع دعوة النبي وما أخذ كلام النبي، فبالتأكيد لن يأخذ مني. وهناك من الإخوة كذلك من علقوا وقالوا أنك أنت تدافع عن معاوية، لكن هذا سنقول عنه أو سنتكلم عنه في النهاية. الآن كذلك أقول وجدت من الكفار الذين يدافعون عن صحابة النبي، وها هو أحد الكفار أو ثلاثة منهم كما وعدتهم في المرة الأولى يدافعون عن صحب النبي، فأعجب لعدنان أنه يطعن في هؤلاء. اسمعوا لكلام الألماني وهو كاتاني في كتاب الله يسمى سنن الإسلام، يقول كان، وهو عن الصحابة بهذا، كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث الرسول الخلقي ودعاة الإسلام في المستقبل، وحمل التعاليم محمد صلى الله عليه وسلم التي بلغها إلى أهل التقوى والورع، لقد رفع يعني رفع من شأنهم باتصالهم بالنبي المستمر برسول الرحمة والمحبة إلى عالم الفكر وعالم العواطف. ويقول ما كان هناك من محيط أسمى من هذا المحيط الذي كان حول النبي، كان أرقى مدنية واجتماعية. والواقع أن هؤلاء الصحابة ما زال الكلام له، قد حدثت فيهم تحولات ذات قيمة كبيرة من كل زاوية، وأثبتوا فيما بعد في أصعب مناسبات الحروب أن مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم إنما بذلت في أخصب أرض وأنبتت نباتا حسنا، وذلك عن طريق أناس ذوي كفاءات عالية جدا، كانوا حفظة الصحيفة المقدسة وأمناؤها، وكانوا محافظين على كل ما تلقوه، محافظين على كل ما تلقوه من رسول الله من كلام وأوامر. لقد كان هؤلاء قادة الإسلام السابقين الكرام الذين أنجبوا فقهاء المجتمع الإسلامي وعلماءه ومحدثيه الأولين. هذا كلام رجل كافر في كتاب مشهور ذكرته لكم، الرجل يسمى كاتاني لمن أراد أن يرجع إلى كتابه، وهو ألماني. هذا غير كاتاني اللي هو موجود الآن عضو برلمان في إيطاليا، اسمه كاتاني لكن هذا إيطالي، له كتاب كذلك عن مدح الإسلام، لكن أنا خصص أتكلم عن الألماني هذا في كتابه المشهور. كذلك هناك رجل آخر على السريع، رجل يسمى جيبن إدوارد، وكتابه يسمى Decline and Fall of the Roman Empire، وترجمته بالعربية انقراض وسقوط المملكة الرومية. يقول لقد كانت أخلاق الخلفاء الأربعة الأولين وتصرفاتهم نزيهة، مضرب المثل، نشاطهم وتفانيهم إنما كان بإخلاص تام رغم التمكن من الثراء والسلطة، أفنوا الأعمار في أداء المسؤوليات الخلقية والدينية. الله أكبر، هذا من المستشرقين يشهد لصحب النبي.
وأختم بما قاله الدكتور فيليب حتي وليس حتى المشهور عند الناس أنه حتى وهو مسيحي بل اسمه حتي في كتاب شهير له يسمى A Short History of Arabs وترجمته مختصر تاريخ العرب. عاش أبو بكر الصديق قاهر المرتدين وموحد الجزيرة تحت راية الإسلام حياة ساذجة بسيطة يملؤها الوقار إلى أن قال أما عمر الخليفة الثاني فكان رجلا جلدا نشيطا ومثلا حيا للبساطة والاقتصاد إلى أن قال وكانت حياته شأن حياة أي شيخ بدوي بعيد عن التباهي وحب التظاهر وتجعل الروايات الإسلامية اسمه أرفع اسم في أوائل الإسلام بعد النبي أي عمر. وكذلك أذكركم بالكتاب الذي كتبه الأمريكي مايكل هارت عن أعظم 100 شخصية في العالم وكان عمر الشخصية رقم 50 في الطبعة الأولى و 51 في الطبعة الثانية وكانت الشخصية الأولى في هذا الكتاب للمهندس الأمريكي مايكل هارت النبي عليه السلام. ها هو عمر ذكر من قبل المنصفين إلى أن قال وكانت حياته هذا الذي ذكرناه ثم قال وقد مجد عمر الكتاب المسلمون لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره وحسب هذه المناقب التي يجدر بكل خليفة أن يتحلى بها مشخصة فيه وقالوا لم يكن لعمر إلا قميص خلق وإزار مرقوع برقعة من أدم الأرض وكان ينام على فراش من سعف النخيل إلى نهاية الأمر. فهذا كلام حتي فهؤلاء أنصفوا أظن الكفار أنصفوا في صحب النبي ويدخل في هؤلاء من؟ معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي وخال المؤمنين ومن يطعن فيه فهو طاعن في النبي فالنبي قال اللهم اجعله هاديا مهديا كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. فهذا كلام النبي فعدنان كما قلت لن يقبل كلامي وهؤلاء الناس لن يقبلوا كلامي وصدق كذلك الشاعر حين قال ضحكت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم. وإلى بقية الأبيات أقول في الحلقة السابقة أعيد الكلام باختصار شديد ذكرت وقلت أن عدنان دلس للأسف الشديد وتلاعب بالنصوص فهو ذكر نصا فيه مسألة شرب الخمر وأنا أقول من الناحية العقلية نرد على مسألة لو افترضنا أن في هذه الجلسة كانت هناك خمور أنا قلت أن الرواية الصحيحة التي جاءت في مصنف ابن أبي شيبة فليسمع الذي يقول أنا ما أتكلم من كتب مصنف ابن أبي شيبة ذكر الرواية بنفس الطريق وما ذكر فيها مسألة الخمر فإذا هذه موجودة في الحلقة الأولى لا أريد أن أعيد فلنرجع إلى الحلقة الأولى فلترجعوا أنتم إلى الحلقة الأولى. أما هنا الآن أقول لو افترضنا وسلمنا بالرواية التي يستميت عدنان حتى يطعن في معاوية فهو بذلك طاعن في النبي فالنبي قال عن معاوية كلام طيب والصحب قالوا عن معاوية كلام طيب ذكرنا في المرة السابقة وكذلك التابعين يعني التابعون ذكروا عن معاوية فضائل جميلة والمستشرقون ذكروا كذلك. أقول لو افترضنا أن كان هناك خمر فالآن عدنان طاعن في الذين حول معاوية من الصحابة أليس كذلك؟ والنبي مدح هذه القرون مدح قال خير الناس قرني والذين يلونهم والذين يلونهم فهذا كلام النبي فعدنان طاعن في هذا. ليش؟ لأن الآن كيف في يعني هناك جلسة ويكون فيها معاوية وحديث النبي الذي في المستدرك للحاكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس فيه أو على مائدة يدر عليها الخمر فأن لو قلنا أن معاوية كان يشرب الخمر فهؤلاء الذين كانوا حول معاوية كيف يعني ما أنكروا عليه ولكن لو افترضنا قلنا أن مسألة الخمر جاءت جملة احتراضية كيف؟ كأن تكون أنت جالس مع أصحابك ثم فجأة تتذكر أيام الجاهلية فالجملة التي فيها قال يعني معاوية أنه الخمر ما كان يستلذ إلا الخمر فهو الآن تذكر أمر الجاهلية لو افترضنا أنها صحيحة هذه الجملة صحيحة فهو يتذكر كأنك أنت جالس مع زملائك وتقول في حالة مثلا تأكل أكل معين وقلت والله أنا كنت أستلذ الخنزير في السابق فالسيرة التي يعني أنت يعني قلتها في الخنزير لأن هناك لحم وكذلك معاوية كان يشرب في اللبن فهذا الذي قاله يعني ما في دليل على أنه شرب الخمر فلو شرب الخمر أنا أقول لماذا لا ينظر عدنان إلى مسائل أخرى في الحديث أن معاوية كان كريما أن معاوية كان يعني هؤلاء الذين حوله يأتون إليه فهو يكرمهم وكذا هذه فوائد أن معاوية رجل شهم وكريم لماذا لا يلتفت إلى هذا لماذا يلتفت إلى الطاعن فالرجل طاعن بالتأكيد
في النبي وفي صحبه وفي الصحابة الذين جاءوا إلى معاوية رضي الله عنه، فهو طاعن فيهم من غير أن يشعر. ثم كيف للحسن أن يبايع هذا الخليفة الذي يشرب الخمر؟ فإذا الحسن يحشر مع معاوية، والحسين يحشر مع معاوية، والأدلة على بيعة الحسن موجودة في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة، وكذلك بيعة الحسين. فهذه الرواية أسمعكم إياها، والشيعة يرجعون لها لو أحبوا في أن الحسين بايع. لما بلغ الحسين موت معاوية استرجع قائلا ورحم الله معاوية، يترحم عليه الحسين. كذلك أقول يعني هذا في كتاب مقتل الحسن للمرعشي أو تحقيق المرعشي، وكذلك في تاريخ الطبري لو يعني ارجعوا إلى الجزء الرابع صفحة 251. كذلك الحسين يقول قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل لنقد هذه البيعة، هذا في كتاب الأخبار الطوال للدينوري صفحة 220، وكذلك كتاب كتبه باقر شريف القرشي في حياة الإمام الحسين الجزء الثاني صفحة 116. هذه كتب الشيعة، لأن أرى أن هذا الرجل يميل إلى الشيعة، فماذا سيفعل الآن؟ وبالمناسبة هناك دعم وجهت من ياسر الخبيث، آسف ياسر الحبيب الشيعي الهارب الكويتي، دعوة إلى عدنان للمناظرة، وسيناظره في أبي بكر وعائشة وعمر وعثمان، هل هؤلاء من أهل الجنة؟ وأقول يعني هل سيستجيب؟ هل يستطيع أن يدافع عن هؤلاء أمام ياسر؟ إلى الآن أنا ما سمعت أن دكتور عدنان استجاب لدعوة ياسر في مسألة المناظرة. نعم، فقلنا بعد هذا الرد المجمل والتعليق على الحلقة الأولى التي يعني أو الثانية، والتعليق الذي وصلنا من الإخوة، وإن كان وجدت المخالفين كلامهم عاطفي جدا وما فيه من العلمية البتة، يعني طعون وتشبيه لي بالراعي، وإن كانت هذه مهنة الأنبياء فهي يعني فخر لي يعني أن أكون من رعاتي، فما أدري يعني هل هذا كذلك يطعن في النبي. من الردود كذلك التي وصلت وهي ردود عاطفية، رجل يقول يعني أن عدنان نقل من كتب أهل السنة، وأنا أقول العبرة بصحة ما ينقل، وإلا أن كتب الشيعة كذلك مليئة بأشياء كثيرة، ومن الكتب التي يعتمد عليها عدنان نفسه مليئة بأشياء كثيرة جدا. فهل يقبل عدنان مثلا أن الأوروبيين وأن المستشرقين نقلوا النقولات الكثيرة جدا في الطعن في النبي؟ فهل عدنان أو الذين يعني يتابعون عدنان سيقبلوا بطعون المستشرقين في النبي محمد ويتركون الإسلام؟ وهل عدنان يترك الإسلام كما تركه الرافض الشيعي المشهور يسمى علي دشتي؟ كان الرجل هذا مثل عدنان أنا أشبهه، فجاء إلى أوروبا ووجد كلام كثير جدا في كتب المستشرقين نقلوه من الكتب المتناثلة التي تنسب إلى كتب أهل السنة، وأهل السنة من الإنصاف إن كانت هناك رواية يذكروها، ولكن لا يعني أن الرواية صحيحة إلا أن تصحح الرواية. فالعبرة بالأسانيد وليست العبرة يعني بكلام موجود في كتب أهل السنة. علي دشتي هذا الإيراني له مؤلف واحد وعبارة عن محاضرة وكتبت في شكل كتاب اسمه 23 سنة من حياة النبي، طعن في النبي وفي صحابة النبي وفي أهل البيت، وكان هذا من علماء الشيعة يعني في اعتبار أو في علم عدنان. فهل عدنان الآن عندما يتوغل في كتب المستشرقين هل يا ترى سيرتد كارتداد علي دشتي بكتابه الذي ألفه في الطعن في محمد وآل محمد وصحابة النبي؟ فكذلك يعني في نفس الأخ هذا يقول يعني كلامك قليل يا أبا عتيق، يعني في حلقة ما تتعدى 11 دقيقة بدك ترد على عدنان، ونحن بدأنا في شبهة واحدة وهي مسألة الخمر، فكيف أرد على 17 أو على 20 حلقة من حلقات الدكتور في واحدة واحدة؟ إحنا لم نكمل بعد. كذلك هو يقول ذكر مسألة توريث الحكم، وهذه المسألة لا إشكال عليها لكن تحتاج إلى حلقة أخرى نرد عليها، يعني هل المملكة ممنوعة في الإسلام؟ لا يوجد دليل أبدا يمنع قيام مملكة تحكم بالإسلام، لا يوجد دليل لا من العقل ولا من النقل، فمسألة الملك في الإسلام ما كانش عليها مشكلة البتة. كذلك يعني هناك الحديث التي تنسب يعني موضوعة وتنسب إلى أهل السنة ويسمى حديث من باب الاصطلاح، وإلا هو ليس بحديث، فليس كل ما ينسب إلى أهل السنة صحيح. كذلك رجل ذكر يعني كلام وقال أنت لا تحسن العربية، على الرغم من أن هذا الرجل في تعليقه في القناة
بدأ بهذه الجملة: يا أبا، يا أبو عتيك. والأصل أن يقول يا أبا عتيك، فأقول: يا أيها الرجل المبلغ غيره، هل لنفسك ذا التعليم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلك أخطاء في العبارة التي كتبتها أو في الجملة التي أنت علقت بها علي أكثر من 5 أخطاء، فراجع الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية. يا من يعني يقدم لنا النصيحة، لكن أشكرك على النصيحة وأحاول بقدر الإمكان أن أحسن من لغتي وأشكر لك هذا. وأما أن حبك لي فأنا أقول استحالة أن تجمع بين حبي وحب عدنان، إما أن تحبني أنا وإما أن تحب عدنان، أما أن تجمع بيني وبينه فلا. وأنا أقول من باب أولى قبل حبك لي فوجه حبك لصحابة النبي، فالنبي هكذا يقول عن أصحابه: أصحابي أصحابي، النبي يتكلم عنهم، فكن مع النبي ومع أصحابه، بعد ذلك أنا وأنت يعني نتحابى في الله، أما أنك أنت تحبني الله أعلم. طيب، مسألة أخرى وكذلك من التعليقات، يعني رجل قال يعني هناك من يتخرج من الشريعة ثم يعني يجيء بكتاب أو كتابين: أنا ما تخرجت من شريعة، أنا ما درست في جامعة، أنا دراستي دراسة مرتبطة بالتجربة والاختبار في جامعة من جامعات بريطانيا، لكن أحب ديني وعلى منهج أهل السنة والجماعة، أحترم عقلي هذا وأحب ديني، فأنا البسيط يعني أرد على عدنان، فما بالك لو قام له من دكاترة المسلمين؟ فما أدري، هذا الرجل نعتني بأني خريج شريعة وكذا، أنا رجل من عوام أهل السنة، ماني بإمام، ماني بشيخ، ولا حتى أنا بطويل بعلم، وهي تصغير طالب. فأشكره على كل حال على النصيحة. وكذلك من التعليقات التي وصلتنا تعليق لرجل يعني يقول هكذا: لماذا الاستماتة في الدفاع عن معاوية رضي الله عنه؟ لأنه دافع عنه النبي، ودافع عنه الصحابة، أولهم علي، ثم أبو بكر، ثم عمر، وكذلك التابعين، وكذلك المستشرقون دافعوا عنه، فلا بد أن أدافع أنا. هذه إجابة على سؤالك: لماذا أدافع عن معاوية؟ لأنه من صحب النبي فأدافع عنه، لأنه عدل، لأنه من كتاب الوحي، لأنه من يعني خال المؤمنين. أما أنا سؤالي لك، على الرغم من الرجل يدعي أنه قال أنا سني مالكي، هل مالك يكره معاوية؟ هل مالك طعن في معاوية؟ كيف وأن لك يعني أن تدعي أنك سني مالكي، والمالكية ما طعنوا في معاوية؟ إذن ما كأنت بمالكي أبدا. المسألة الأخرى، أنا أسألك: لماذا الاستماتة في الدفاع عن عدنان؟ يا للعجب، أنت لا تعرف عدنان لكن أنت تعرف معاوية، فمن باب أولى دافع عن معاوية. وأنت لا تعرف عدنان ولكن تعرف الإمام مالك، الإمام مالك ما طعن في معاوية، فهل أنت تتابع الإمام مالك أم أنت تتابع عدنان؟ كذلك آخر تعليق، يعني أحد الذين علقوا يسألنا: لماذا لا تأخذ من الشيعة؟ الإجابة سهلة جدا، لا نأخذ من الشيعة، لكن أنا ما قلت لا نأخذ من الشيعة، لا نأخذ من الشيع المحترق وهم الرافضة. لماذا؟ لأن الرافضي الأصل فيه الكذب، الأصل في الرافضي عكس السني، السني الأصل فيه الصدق، إلا يعني إن وجدنا دليل على أنه يدلس أو يكذب، لكن الأصل فيه الصدق. أما الأصل في الرافضي الكذب، فهم يستحلون الكذب، فلذلك لا نأخذ منهم، لا نثق في هؤلاء. هذه الإجابة الرافضي. وإذا قلت أنا شيعي لابد أن نقرنها بشيعي محترق، لابد أن يكون شيعي محترق، إن كان من شيعي من يعني ليس بمحترق فهذا وضعه آخر. ثم هناك من علق وقال: بعت عقلك لأهل السنة أو للسلفية؟ وأقول أنا حر في عقلي، لكن أنت بعت عقلك لفرد، أنا بعته لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن أنت بعت عقلك لعدنان، فما أدري يعني عقلي أم عقلك. كذلك هناك من يسأل عن مقاتلة عائشة رضي الله عنها لعلي، وعائشة ما قاتلت علي وما خرجت على علي، بل علي رضي الله عنهم أجمعين خرج إلى عائشة، عائشة خرجت للصلح. هذه الإجابة، وعلي كرمها وعززها وأرجعها، وعلي صلى على القتلى. يعني ما أدري، لكن هذا يحتاج كذلك إلى رد، نرده بتفصيل. لكن بأنك سألت عن مقاتلة عائشة رضي الله عنها، فما قاتلت عائشة أبدا علي، فهي فتنة حصلت
بين يعني الفريقين رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي الردود بإجمال على التعليقات التي وصلت في القناة. والآن نبدأ في الرد على الشبهة الجديدة أو الفرية الجديدة التي افتراها عدنان. أما شبهة الفئة الباغية التي أثارها الدكتور المدعو عدنان فهي شبهة متهالكة، لا كها النصارى ولا كها الشيعة والرافضة ولا كها كذلك المستشرقون. وأعجب يعني رد عليه أو رد على هذه الشبهة كثير من المسلمين من باب إسكات الخصم، وإلا هي شبهة متهالكة. حديث النبي ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذا الحديث رد عليه ابن حجر. وأوضح لكم يعني كلام ابن حجر باختصار شديد. ابن حجر يعني يقول يدعونهم إلى النار لأنهم ظنوا أن لهم على حق، فالدعوة إلى النار هي دعوة إلى أسباب النار. وكذلك هم يدعونه يعني ويدعون عمار يدعونهم إلى الجنة إلى أسباب الجنة. الآن الرجل الذي يقع في المعاصي ويدعو زميله إلى شراب الخمر وإلى الأمور السيئة فهي مهلكة وتؤدي إلى النار، على الرغم من أنك أنت لا تكفر. الآن الذي يشرب الخمر ويدعو صديقه لشراب الخمر لا يكفر، لكن شراب الخمر وهذه المعاصي هي أسباب إلى النار، فكأنك أنت تدعوه إلى أسباب النار. الأمر ليس فيه تكفير البتة. كذلك يعني ذكر ابن حجر هذا الكلام في كتابه في الجزء الأول صفحة 542 لمن أراد أن يرجع إلى هذا الأمر. يعني دعوة يدعوهم إلى الجنة بمعنى أنه يعني يدعوهم إلى أسباب الجنة، لأن الإمام في ذاك الزمان كان علي، ومعاوية اجتهد في هذا الأمر وأخطأ لا إشكال يعني على هذا البتة. وكذلك ابن حجر الهيتمي ذكر في كتابه تطهير الجنان في صفحة 65، يعني لو أخذنا أن الدعوة إلى النار، هو يرى ابن حجر ويقول على بعض أتباع معاوية الغير مجتهدين، إذن في جماعة معاوية الذين يحاربون هناك أناس هم الذين يدعون إلى النار. يعني ليس كل جيش جيش معاوية رضي الله عنه، لا، جماعة كما يرى ابن حجر الهيتمي. أعيد هذا في كتابه، لأن يعني الذين يشاهدون القناة والتعليقات كلامهم عاطفي وقالوا أنك أنت يعني ما جئت بمراجع. ها أنا أذكر وما زلت أذكر المراجع، أقول أن في كتابه في صفحة 65 تطهير الجنان لابن حجر الهيتمي يقول أن يعني هناك فئة وهناك جماعة غير مجتهدين في داخل الجيش هم الذين يدعوا أو دعوا إلى النار. هذه الشبهة بكل بساطة، أنا لماذا التهويل من شأنها؟ فهذه الردود التي قالها أهل السنة. وكذلك هناك يعني مسألة نلزم بها عدنان. الآن عدنان هذه الشبه هو يريد أن يسقط من؟ معاوية، لأن معاوية هو السد والباب المنيع كما أخبرتكم، وهذا عند أهل السنة فيكون مدخل إلى بقية الصحابة. وأنا أقول نحن لا نرضى أو ما ثبت أبدا أن يزيد شرب الخمر، فما بالك معاوية؟ ويزيد ليس بصحابي، حتى أن كلام الذهبي مردود بكلام ابن كثير، بل جاءوا إلى محمد بن الحنفية يسألونه عن يزيد، فقال فيه رأيناه يصلي يتحرى الخير عابد، فهل نقبل بكلام محمد بن الحنفية؟ فإذا يزيد لا نرضى في الكذب. أهل السنة في يزيد يعني هناك من رفع يزيد إلى عنان السماء، وهناك من وضع يزيد في الحضيض، ولكن يزيد ملك كبقية الملوك، حاكم كبقية الحكام، ظلم وعدل وليس بصحابي أبدا. لكن أنا قلت هذه من باب أولى، أن معاوية لم يشربه، إن كان يزيد الذي يطعن فيه كل من هب ودب فما ثبت أبدا في التاريخ أنه شرب الخمر. طيب أقول الإلزام الذي نلزم به الحسن نلزم به عدنان، أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة لا بد أن يحشروا مع معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الحسن بايع والحسين بايع، فهل يا عدنان أنت أحببت أن تطعن في معاوية؟ فأنت كذلك طاعن في الحسن والحسين. لما بلغ الحسين موت معاوية استرجع قائلا ورحم الله معاوية، هذا في كتاب مقتل الحسين للمحقق المرعشي.
وكذلك في تاريخ الطبري ارجعوا إلى هذا الجزء الرابع صفحة 205-251. كذلك الحسين يقول إن قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل لنقض البيعة، هذا في كتاب الأخبار الطوال للدينوري صفحة 220. وكذلك هناك كتاب لشيعي معمم بعمامة بيضاء يسمى باقر شريف القرشي في كتابه الجزء الثاني صفحة 116، واسم الكتاب حياة الإمام الحسين. وكذلك الحسن بايع، فالآن أنت مورط يا عدنان. هذا يعني بالنسبة لشبهة الفئة الباغية ويح عمار، أي يدعونهم إلى النار ويدعونه إلى الجنة، الرد عليها بهذه السهولة. أنا كنت يعني في المرة السابقة أخبرتكم عن رجل هندوسي أسلم، هذا الرجل وهذا هو كتابه، كتاب رائع جميل. أنا أوصي الإخوة وإن كانت الطبعة قديمة، ما أدري هل الكتاب يعني ما زال يطبع، كما تمنى يعني من مكتبة أن تتبنى هذا الكتاب وتطبعه مرة أخرى. هذه طبعة 69 أو 70 آسف. هذا الرجل محمد ضياء الرحمن الأعظمي ما زال في السعودية ومنح الجنسية السعودية، ويسمى يعني السلفي المكي الأزهري، لأنه كذلك درس في الأزهر، ويعني كانت رسالة الدكتوراه في الأزهر في علم الحديث، ورسالته التي في السعودية كانت في مرويات أبي هريرة تقريبا. والكتاب إخوة الأحبة رائع جدا، يبدأ يدافع عن 100 مروية لمعاوية أو عن أبي هريرة، كتاب قيم. الرجل سيرته موجودة في بداية الكتاب كذلك، ولد في بيت هندوسي في ضواحي مدينة أعظم كرة بالهند، وأكمل الثانوية العامة في سنة 1959، ثم توجه إلى دراسة الإسلام فهداه الله سبحانه وتعالى وأسلم في عام 1960، ثم بدأ يدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية حتى نال شهادة الفاضل من جامعة دار السلام بعمر آباد في جنوب الهند، وهي إحدى الجامعات الشهيرة. ثم التحق في عام 66 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم حصل على شهادة الماجستير، وكانت الرسالة موضوعها أبو هريرة في ضوء مروياته. وثم من جامعة الملك عبد العزيز توجه لنيل من جامعة الملك عبد العزيز من مكة المكرمة، توجه إلى الأزهر، ثم نال شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في موضوع الحديث أو في 100 آسف في 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 الحديث، نعم في الحديث بمرتبة الشرف الأولى. أقول هذا الرجل دافع عن أبي هريرة الذي طعن فيه المصري المشهور أبو ريه، محمود أبو ريه، وأحمود أبو ريه يشابه من؟ يشابه عدنان إبراهيم، فكلاهما يطعن في صحابي جليل. أما أبو ريه محمود فمات في المشفى يتقلب على فراش المشفى ويقول أبو هريرة أبو هريرة، هكذا يردد اسم أبي هريرة، حتى أن الطبيب سأل وقال ما بل هذا الرجل يذكر أبو هريرة أبو هريرة، فما له؟ فأخبروه أن هذا الرجل طعن في أبي هريرة وألف مؤلف أظن سماه شيخ المضيرة أبو هريرة، ومات يعني بمرض في المشفى. وأنا أحذر عدنان أن تطعن في معاوية، ويعني تحذير لك وأن تتعظ بما حصل لمحمود أبو ريا. تقريبا يعني هذا الرد يعني الذي سمعتموه في البداية على شبهة ويح عمار، هذه الشبهة أو الفرية الثانية لعدنان، وقمنا بالرد عليها. وفي المرة القادمة نرد على شبهة أخرى من شبه يعني هذا الرجل. وأشكركم، وفي انتظار التعليقات العلمية، ما أنتظر تعليقات عاطفية، من يشبهني بالراعي، من يقول فلتنظر إلى صورة أبي عتيق وتقارنها بصورة عدنان، فأقول الله لا ينظر إلى صورنا وإلى أجسادنا، بل ينظر إلى أعمالنا وإلى قلوبنا. هذا هو المحك. العبرة ليست بالوجوه، لكن ما أظن الرجل ما وجد رد، فبدأ في هذا الكلام العاطفي. واختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. وشكرا لكم، وفي انتظار التعليقات العلمية، أكرر العلمية وليست العاطفية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.